لنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث السياسي حسن النيفي. أهلا بكم سيدي. تحية لكم وللسادة المشاهدين. في ظل التصعيد المتواصل للنظام في إدلب، برأيكم ما الهدف الحقيقي للنظام من هذا التصعيد؟ ما نراه الآن من استمرار لحالة الحرب وللتصعيد الذي بدأ به النظام وحلفائه الروس إنما يعكس الخلاف السياسي الحاد بين الطرفين الراعيين لأستانا وهما تركيا وروسيا. بدأ هذا التصعيد تزامنا مع لقاء أستانا الماضي في 25 و26 من نيسان الفائت، ثم تنامى. طبعا يعني نحن نعلم تماما أن الاستراتيجية الروسية لم تتغير، هي كما كانت في الغوطة سابقا وكما كانت في درعا. الآن يحاول بوتين أيضا استثمارها في منطقة إدلب. سياسة الروس الرامية إلى القضم الممنهج للمواقع الاستراتيجية يبدو أنها بدأت انعكاساتها أيضا تتوضح على الأرض، ويعني فضلا عن آثارها المدمرة على الجانب السوري إلا أنها من جهة أخرى تسعى إلى تجريد تركيا من أوراقها السياسية الهامة، وبالتالي تشكل عليها ضغطا سواء من الناحية الديمغرافية أو من الناحية السكانية. سنتحدث عن الجانب التركي، لكن قبل ذلك ما مدى إمكانية تحرك المعارضة أمام المجتمع الدولي في ظل خرق النظام المستمر لمعظم الاتفاقيات والقرارات في جولات المفاوضات السابقة سواء جنيف، أستانا أو سوتشي؟ يا سيدتي، الروس ونظام بشار الأسد هم لم يلتزموا بالمطلق لا باتفاقية سوتشي السابقة التي وقعت في أيلول من العام 2018 ولا سواها. أصلا استمرار المحرقة التي نراها الآن على أهلنا السوريين هي تأتي نتيجة غياب الموقف الدولي الرادع وعلى رأسها موقف الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح أن أمريكا لا تريد أن يدخل الروس ونظام بشار الأسد إدلب، وهي الآن تنتظر أو ربما تراهن أحيانا على الصمود الذي تبديه الفصائل المسلحة، وتريد من جهة أخرى استنزاف الجانب الروسي. أما كم يقتل من السوريين في هذه الحالة وكم يتشرد منهم فهذا ليس بوارد حساب الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي. الحديث عن التشرد وعلى الصعيد الإنساني، تتزامن هذه التطورات الأخيرة في إدلب مع تحذيرات أممية بنزوح أزيد من 1 مليون سوري إلى تركيا. هل تتوقع استقبال أنقرة لمزيد من اللاجئين السوريين؟ لا أعتقد ذلك. الآن الأزمة السكانية أو أزمة التهجير بلغت ذروتها، يعني قدر عدد النازحين منذ بداية نيسان إلى الآن بحوالي 180 ألف نازح. هؤلاء الآن جميعا يفترشون الأرض وتحت أشجار الزيتون، حتى يعني لا يوجد هناك من المنظمات من تقدم لهم الخيم أو أدنى الخدمات الإنسانية. هي كارثة إنسانية بحق. ربما أولى مخاوف تركيا، وهذا ما أفصحت عنه منذ البداية، أنها ليس بوسعها استقبال عدد أكبر مما لديها من اللاجئين. الآن تركيا بالتأكيد يعني تشدد الحراسة على الحدود، لا تتيح للاجئين بالدخول إلى أراضيها، وتتذرع بأنه لا يمكنها استقبال أكثر من ذلك من اللاجئين. ولكن المأساة الآن المأساة الحقيقية، لأن الروس يمنعهم في الأصل. يعني الآن الروس من خلال القصف الممنهج والمركز لا يمكن أي منظمة إنسانية من إيصال الخيام، من إيصال المساعدات. الآن العديد من الجرحى يموتون، يقضون موتا نتيجة قلة الإسعافات. كارثة إنسانية الآن في ريف إدلب الجنوبي. شكرا جزيلا لكم حسن النيفي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.